مكالمة مهمة مع الصحفي الفلسطيني الأستاذ أنس النجار. أستاذ أنس، إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا فيك، الله يسعد مساك يا رب ويسعد مسا كل الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا على قناه الاهلي. حبيبي، سعداء جدا بوجودك معانا النهارده وسعداء بصوتك الجميل. انا الحقيقه يعني متابعك من يوم تقديمك لهذا الامر، وصوتك صوتك على الشاشه صوت جميل بجد والله، مش بقول لك كلام، مش بجاملك، صوت يخلينا نبقى مبسوطين واحنا قاعدين بنسمعك. اولا طمنا على حالك وعلى حال اهلنا كلهم. الله يخليك يا رب حبيبي، والله خير، احنا الحمد لله او بنحاول نكون بخير يعني في ظل الاوضاع الصعبه اللي بنعيش في غزه. لكن اللي بنطلبه انه يعني نطلب من العالم انه لا تعتادوا المشهد. هاي خلوا صوره غزه دائما موجوده وخلوا صوتنا عالي. وهذا الشيء بصراحه انا شايفه عند اخوتنا المصريين خصوصا. مظبوط. انا حساب على الفيسبوك او على الواتساب او الانستغرام ما بيسكت من المسجات ومن رسائل الدعم، خصوصا من اخوتنا المصريين. يعني انا كل المتابعين عندي حاليا اكثر من 95% منهم من المصريين. كلمات الدعم اللي بتوصلني صراحه بتاكد لي دائما انه لا، ما حدش ناسي القضيه والكل بيدعم فينا الحمد لله. الحقيقه الدوله المصريه كامله دائما ما تكون خلف القضيه الفلسطينيه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. وخليني اقول لك اخر حاجه في هذا الامر، ان احنا عمرنا ما هنعتاد هذا المشهد، لانه انتوا بالنسبه لنا ابطال وستظلوا ابطال. اي واحد من فلسطين هيظل دائما بالنسبه لنا بطل. احنا كفلسطينيين بنعتبر مصر السند لنا، الظهر اللي بنشد حالنا فيه. احنا لما بنقول بننادي مصر بالاسم، احنا لما بنقول وين العالم العربي، وين العالم، وين المجتمع الدولي، لكن لما بنقول يا مصر بنقول وين مصر، نحكي مصر بنخصصها بالاسم. ليش؟ لانه احنا نعتبر مصر السند. طبعا احنا لما بننادي على مصر بالاسم بنخصصها من غير اي دوله ثانيه. طبعا يعني ان شاء الله كل الغمه دي تنزاح وتيجي بقى نعمل معاك مقابله صحفيه هنا بقى.